والمعراج. الناس يتساءلون عن هذا اليوم، منهم من يتساءل عن حكم صيامه، ومنهم من ابتدع فيه أشياء كقيام ليله أو شيء من هذا القبيل. والحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح أو قريب من الصحيح في صيام 27 من شهر رجب، وإنما الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو إلى صيام ما استطاع المسلم، خصوصا من هذه الأشهر الفاضلة كشهر رجب الحرام وشهر شعبان المقبل الذي يقع بين رجب ورمضان. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثر صياما منه في أي شهر من الشهور كما كان في شعبان، وكان بعده في شهر رجب يكثر من صيامه. رمضان طبعا هذا معروف أنه فرض صيامه، لكن في صيام التطوع فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان بحسب المستطاع، ويكثر أيضا من صيام شهر رجب دون تحديد اليوم 26 ولا 27. هذا من حيث قضية الصيام.